الحديدة لم تكن غائبة عن خارطة العمل الإنساني لدى المركز منذ بداية إنشائه، بل بالعكس الحديدة هي من أكثر المحافظات التي تلقت دعما لمشاريعها من خلال المنظمات الدولية. الحديدة كما تعلمون بقيت خلال الثلاث سنوات حتى عهد قريب في جل مناطقها أو كلها تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، لكن مع ذلك استطاع المركز أن يعمل في محافظة الحديدة من خلال الشركاء الأمميين ومن خلال الشركاء الدوليين.